جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يتخلص المصلي من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. يتخلص من وسوسة الشيطان بإحضار قلبه في الصلاة واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي هو واقف بين يديه، وبالاستعاذة بالله من الشيطان في بداية الصلاة بعد الاستفتاح يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وفائدة ذلك أنه يطلب من الله عز وجل أن يمنعه من الشيطان وأن يحفظه من الشيطان ألا يفسد عليه صلاته، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يعيذ من استعاذ به ويجيب من دعاه. هذا أعظم الأسباب لحضور القلب في الصلاة، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.